السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلي تفيد ومعكم إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو حابين نتكلم على BCAA لأنه طرحت عليكم سؤال اللي هو تحبون نتكلم على BCAA ولا على الكرياتين. أغلب الأشخاص قاموا بإرسال الرسائل اللي كانت BCAA. إن شاء الله راح نتكلم على دور BCAA، كيفية استخدامه، أحسن أوقات استخدامه، وما هي لماذا نستخدم BCAA. أول نقطة، ما هو BCAA؟ BCAA عبارة عن برانش كومبلكس أسيد أمينو، هي عبارة عن ثلاث أحماض أمينية رئيسية، اللوسين، الإيزولوسين والفالين. اللوسين هو أهم هذا الأحماض الأمينية الثلاثة، لكن راح نتكلموا لاحقا لماذا. أدوار BCAA ولا لماذا نستخدم BCAA. BCAA من أهم المكملات الغذائية، رغم أنه كاين جدل وتلقى أنه بعض الأشخاص يقول لك مكاش أهمية لاستخدام BCAA، لكن يبقى عنده دور جد فعال ومن أهم المكملات الغذائية. بالنسبة للBCAA أهم الأدوار تاعو هو نقدر نسموه كما يقول بالفرنسية بالإنجليزية أنتي كاتابوليزم، يعني مضاد للهدم. خلال حصة كمال الأجسام ولا حتى في الرياضات الأخرى، لأنه يستخدمه في كامل الرياضات مش فقط كمال الأجسام، لكن عند القيام بالتمرين خاصة إذا كان التمرين بشدة قوية تزيد لنا عملية الكاتابوليزم ولا عملية هدم العضلة للحصول على الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية، هذه تسمى الكاتابوليزم. هذه العملية تكون خلال التدريب تكون مرتفعة، لأنه يرتفع عندنا هرمون الكورتيزول مما يؤدي إلى ارتفاع الكاتابوليزم. BCAA عنده دور فعال في التقليل من هذا العملية اللي هي الكاتابوليزم، مما يساعدنا على الحفاظ على الكتلة العضلية واكتساب كتلة عضلية أخرى. يدينا الدور الثاني تاعو أنه يساهم في زيادة الكتلة العضلية عن طريق القيام بعملية مضاد الكاتابوليزم، مضاد الهدم. لهذا مضاد للهدم ويساعدنا في زيادة الكتلة العضلية، كذلك أنه يساهم في الاستشفاء العضلي وزيادة سرعة الاستشفاء العضلي، خاصة إذا كان مصحوب بالجلوتامين. الجلوتامين اللي هو حمض أميني آخر نتكلم عليه إن شاء الله في فيديو آخر، لكن BCAA يكون مصحوب بالجلوتامين يسرع كثيرا من عملية الاستشفاء العضلي. هذه الثلاث أدوار أهم الأدوار للـ BCAA. بالنسبة للـ BCAA كاين كثير من الأنواع، ممكن تلاحظوا خلال كامل المنتجات اللي تشوفوهم في الـ BCAA أسفلهم مكتوب ثلاث أرقام. هذا ثلاث أرقام كل رقم يمثل لنا، الرقم الأول اللي هو يكون الأكبر عادة يمثل لنا اللوسين، لأنه كما قلنا هو أهم حمض في هذه الثلاث أحماض. الأول يمثل لنا اللوسين، والثاني مثل الإيزولوسين والفالين، والثالث كذلك الإيزولوسين ولا الفالين. عند اختيار منتج BCAA يفضل دائما أنك تختار منتج اللي يكون الرقم الأول فيه مرتفع، لأنه هذا الرقم يمثل لنا اللوسين، ويكون اللوسين مرتفع يكون الجودة BCAA تكون أحسن. مثلا في هذا النوع عندنا 10-1-1، يعني 10 ميلي جرام من اللوسين تقابلها 1 جرام من الفالين و 1 جرام من الإيزولوسين. مثلا هنا كي نشوفوا راهي 5000 ميلي جرام من اللوسين تقابلها 500 ميلي جرام من الإيزولوسين و 500 جرام من الفالين، يعني 5000 يقابلها 500 و 500. كل ما كانت اللوسين مرتفعة أكثر كل ما كانت BCAA أحسن. لهذا إذا كنا 1-1-1 هذا أدنى نوع، 2-1-1 ممكن تلقاو 8-1-1 وهذا 10-1-1. حاول قدر المستطاع أنك تختار الرقم الأول يكون مرتفع، لأنه كان حتى منتجات لوسين لوحده. عندنا كذلك ممكن تلاحظوا أنه كان الألوسين وكان يوجد اللوسين. الفرق بينهم أنه الألوسين أحسن من اللوسين، هي فقط في التركيبة الكيميائية، باش ما نطولش عليكم في الكلام. في التركيبة الكيميائية كان جزء كيميائي إذا كان على اليمين ولكن على اليسار يكون الفرق، كي يكون على اليمين وليكون على اليسار يعني كاين فرق كبير. لهذا الألوسين هي أحسن من اللوسين، والألفالين أحسن من الفالين، والإيزولوسين أحسن من الإيزولوسين. حتى بالنسبة للمكملات الأخرى مثل الجلوتامين مثل الكارنيتين، يعني تلقى الكارنيتين والجلوتامين. بالنسبة لجرع BCAA، BCAA يؤخذ بجرعة اللي هي 5 جرام، يستخدم ما
مرتين خلال اليوم، يعني من 5 إلى 10 غرامات خلال اليوم. ممكن تلاحظوا انه لاعبين كمال الاسلام المحترفين يستخدموا من 20 إلى 40 ميلي غرام خلال اليوم. سامحوني على الكلمه اللي راح اقولها، لكن بالنسبه للاعبين كمال الاسلام المحترفين عندهم اطباء واخصائيين تغذيه يتبعوهم، خاصه عندهم اطباء، يعني كل مره يقوم بالتشيك اب تاعو يكون بفحص الكامل تاعو. لكن بالنسبه لينا حنايا يعني راك تقوم بالتدريب بدون ما تستشير الطبيب تاعك بصفه دوريه، لهذا انك تقوم باستهلاك 20 غرام الى 40 غرام من دي بي سي اي، سامحوني الكلمه لكنه غباء، لانك ما تعرفش تاثير تاعها على الجسد تاعك كي تستهلكها بكميات كبيره، لانه اي شيء اذا زاد على الحد تاعو يضرنا. نفس الشيء بالنسبه للمكملات الغذائيه، 5 الى 10 غرام خلال اليوم جد كافيه انها تخليك تحصل على النتائج تاعك، انك تستغل مميزات ولا مميزات البي سي اي بدون ما تضر نفسك. 5 الى 10 غرامات كافيه خلال اليوم. متى نستخدم البي سي اي؟ اول جرعه تكون خلال الصباح مع الوجبه تاعك، ممكن حتى قبل الاكل تستخدمه، يقوم بخلطه بالماء وليس بالحليب، لانه هو عباره عن حمض، اذا خلطه مع الحليب الطعم تاعو يكون سيء، ما تقدرش تستهلكه، لهذا يخلط مع الماء. كاين عباره عن كبسولات مثل هذا، كبسولات هذا اللي مكتوب هنا كبسولة لكن حلال، وكاين عبارة عن بودرة، بودرة تلقى فيها ملعقة اللي هي عبارة عن 5 غرامات، يعني ملعقة واحدة تعطينا 5 غرامات، كل ملعقة هي جرعة واحدة تستخدمها الصباح. بالنسبة لي المرة الثانية البي سي اي يعتبر بوست ورك اوت، بري ورك اوت، وانترا ورك اوت، اي قبل التدريب، بعد التدريب، وخلال التدريب. ممكن تستخدمها قبل التدريب، هذه ما ننصحكمش بها كثيرا، لكن تبقى خلال التدريب وبعد التدريب. خلال التدريب لماذا؟ لانه كما قلنا يقلل من عمليه الهدم العضلي، لهذا اذا استخدمته خلال التدريب يساعدك على التقليل من هذا عمليه الهدم العضلي، خاصه انه حمض اميني، يعني راه مبسط من الجسد تاعنا، يستغلوه بسرعه، يستغلوه مباشره، اذا قلنا بصوره افتراضيه يعني علميا ليس هذا الكلام مش دقيق، لكن يمر مباشره الى الدم ويستغله مباشره، لهذا خلال التدريب الجسد تاعنا بيحتاج الى هضمه لانه مهضوم مسبقا اذا صح التعبير، ومبسط فيستغل مباشره، لهذا تقدر تستغله خلال التدريب باش يخليك تحافظ على الكتله العضليه تاعك وتقليل من عمليه الهدم العضلي. وممكن كثير من البحوث اللي تكلمت مؤخرا، عفوا راني يعني مريض نوعا ما نزلت برد، كثير من البحوث اللي تكلمت مؤخرا على البي سي اي انه عباره عن فقط عده احماض امينيه، لهذا من المستحسن لاستغلاله لاقصى درجه ممكنه، من المستحسن انك تستخدمه مع احماض امينيه اخرى. الاحماض الامينيه الاخرى من الشيء يكون المصدر تاعها الغذاء، لهذا من المستحسن ان تستخدمه مع البروتين، يعني اذا استخدمته مباشره بعد التدريب مع منتج الواي تاعك يكون مستحسن. لكن ما ننساوش انه اغلب منتجات الواي تكون فيها نسبة من البي سي اي، يعني إذا لاحظت في منتج الواي تاعك أنه فيه نسبة من البي سي اي، من المفضل أنك تستخدم البي سي اي خلال التدريب، ومن بعد التدريب تستخدم الواي بروتين، هذاك الواي بروتين تاعك يعطيك نسبة من البي سي اي، يعني راك استغليت البي سي اي خلال التدريب ومن بعد التدريب. إذا كان المنتج البي سي اي تاعك، عفوا المنتج الواي تاعك ما فيهش نسبة من البي سي اي، ممكن أنك تستخدمه بعد التدريب. تبقى هنايا يعني مسألة اختيار شخصي ومسألة متعلقة بكثير بالرجيم الغذائي تاعك، لكن أنا أغلب الرياضي اللي يتعامل معاهم بنصحهم أنهم البي سي أي يستغلوه خلال التدريب، لأنه بعد التدريب تستغل منتج الواي اللي فيه كما قلنا مسبقا البي سي أي. هذه كامل النقاط اللي نتكلم عليها. نعتذر بكم لأني ما نشرتش في آخر الأسبوع السابق، لأني كنت عالي بمحكمة صحية، راني حتى لحد الآن ما زلت مريض، لهذا نقص كثيرا في الوزن وما قدرتش ننشر لكم، لكن حاولت اليوم أني نعوض على الحصة السابقة، وإن شاء الله الحصة القادمة نتكلم على الكرياتين. ما تنساوش الاشتراك في القناة، الإعجاب إذا كانت كاين إفادة في هذا الفيديو، وإذا كانت عندكم أي أسئلة ممكن تخلوها لنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يدوم أهداكم.